حين يغيب الأمن والأمان، فإن البديل هو الضياع ويد هادمة تعبث دون رقيب بمقدرات البلاد. هنا وفي حقول إنتاج النفط بحضرموت، تعرضت المئات من آبار النفط في القطاعات التي تشغلها شركة بترومسيلة لعمليات تخريب ممنهجة من قبل أياد مجهولة استغلت الانسحاب المفاجئ لقوات الجيش المكلفة بالحماية مع اندلاع الأزمة في البلاد. في آبار قطعوا الكيبلات حقها، وفي آبار الجينست اللي هو ماطور التشغيل حقها خربوهم، يعني كسر تكسير فيهن. من ضمن الابار التي حصل التخريب فيها هي الابار التي قطعت الكيبلات عليها من فوق الولهد، كانت تعملها عصابات، يعني تدمير القطاع كامل. اعمال التخريب التي طالت اكثر من 460 بئرا منتجا في القطاعين العاشر والرابع عشر وادت لتوقفها بصوره كامله، تسببت في تكبيد الاقتصاد الوطني خسائر فادحه جراء توقف الانتاج لقرابه العام. فيما تواجه بترومسيل اليوم صعوبات كبيرة في توفير التكاليف الباهظة لإجراء عمليات إصلاح لجميع تلك الآبار التي نجحت في إعادة تشغيل نحو 100 بئر منها فقط. هذا جزء من العملية لصيانة الآبار، يعني العملية التشغيلية الحفارة 6000 دولار غنى عن ذلك الفوركليفت والعمال، وتكلف هذا كلف الشركة أشياء يعني مبالغ كبيرة. ومع أن قبائل المناطق المحيطة بالقطاعات النفطية قد ساهمت في تأمين حقول الإنتاج، إلا أن أعمال التخريب كانت قد دفعت بشركة بترومسيلة إلى سحب كافة المعدات والمولدات من الحقول للحفاظ على سلامة ما تبقى منها. رغم الجهود التي يقوم بها مهندسو بترومسيلة لإصلاح ما عطبته أيادي العبث، إلا أن تلك الجهود تواجه تحديات عدة، على رأسها عدم توفر الموارد المالية اللازمة لإجراء تلك الإصلاحات والتي تتجاوز قيمتها عشرات الملايين من الدولارات. أسهمت تلك الإصلاحات واستقرار الأوضاع الأمنية عقب عودة الجيش في تكميل بترومسيلة من استئناف عملية الإنتاج النفطي ولو بنسبة ضئيلة مقارنة بما كان يتم إنتاجه سابقا. محمد اليزيدي لقناة بلقيس من حقول نفط المسيلة.